ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو هو فيديو النهارده نتكلم على اغنيه يا صيف يا صيف عبد الباسط حموده وابو حفيظه. اغنيه يا صيف يا صيف اللي طلعت دلوقتي 30 ترند على اليوتيوب وجابت حوالي 2.5 مليون مشاهده. بصراحة الأغنية حلوة، دايما أبو حفيظة بيطلع يعمل لنا شو كده، جو كده من المهرجانات كده، وحاجة كده بتبقى حلوة وجديدة وحتى هو بيساعد الشركات، أي شركة، عشان كده أي شركة بتيجي بتكلمه هو حتى شخصيا، هو الوحيد اللي بيعمل نعناشة كده زي ما بتقولوا في أي كليب أو في أي إعلانات يعني. تمام، طبعا بالنسبة للأغنية يعني إحنا بنسمعها كأغنية، لكن انا ما صيفتش، انا دلوقتي بسمع الاغنيه. تمام، قال لي شحن كارت وشحنه ذهب ورصيد وحوارات، فانا دلوقتي عايز اصيف اعمل ايه؟ قال لك جيب كارت اورانج واشحنه. يا عم جبته وشحنته، بقول لك شحنه ذهب ورصيد. بعد ما شحنته دلوقتي ايه اللي حصل في المصيف؟ انا دلوقتي مش في المصيف، انا دلوقتي فنشوف سكتش صغير دلوقتي ويلا مع بعض. ايه الزهق ده يا عم؟ مش همسك التليفون ده يا عم شويه اشوف اي حاجه على اليوتيوب؟ الواحد عايز يصيف اساسا. بس ايه ده، بس انا مش معايا رصيد، يعني اعمل ايه؟ يعني انا لو شحنت دلوقتي رصيد صيف؟ لا ده قشطة بقى، ده ناشف، لا ده قشطة بقى، ده ناشف. اهو شحنت اهو، لسه شاحن. ايه مفيش رحلة المصيف ولا اي حاجة المصيف؟ ايه ده، خدوا مني 5 جنيه؟ ده ليه ده؟ طب ثواني، مدام خدوا 5 جنيه ممكن اطلع على مصيف دلوقتي. ثواني ممكن اطلع على مصيف. ايه ده، دول وديني البلكونه بيك كده، ده انا عايز اروح مصيف، مصيف مش ام بلكونه يا اخي. البلكونه ايه ده، مش دي البلكونه اللي عندي؟ ايه ده، وفي ايه؟ ممكن اتاكد دي هي البلكونه؟ طب اصبر اقوم اشوف البحر بقى كده، يكون يا عم غيروا حاجه، مش فاهم حاجه. ايه ده، وفين البحر؟ مش فاهم حاجه. يا عم اخبك يا عم، التليفون ده اصلا، التليفون ده مش لازم. طبعا انا كنت عايز اتكلم بس في حاجه، يعني الناس اللي هي ما بتصيفش او الناس، لا يعني سيبك انت من الناس اللي ما بتصيفش، تمام، عندك انت الناس اللي بتصيف واخدين ان المصيف ده كل سنه لازم نروحه، الجو حر انا مش قادر، الجو حر لا ماليش دعوه انا عايز اروح، اللي هو ايه، اللي هو عاده، انت فاهم ازاي، اللي هو ايه، هم عايشين هناك اساسا، اللي هو انا لازم اروح، انا لازم اروح. وطبعا السكتش الجاي ده هيبين لكم الحوار اللي انا قلته. يلا انا لو يا جدعان ما صيفتش انا السنه دي، انا عايز صيف ماليش دعوه. المشكله ان ابويا مش موافق. لا لا انا هكلم ابويا دلوقتي. بابا بابا، ايه يا ابني في ايه؟ معلش بس يا بابا عايز صيف بالله عليك. انت معاك كل حاجه يعني؟ معايا كل حاجه والله، عايز صيف يعني وكده. لا مش هخليك تصيف. لا يا بابا عايز صيف، يا بابا عايز صيف. كان انت بتقعد زي القرد كده ليه؟ ما بقعدش زي القرد يا بابا، ما بقعدش يا بابا، يا بابا انا عايز صيف بقى. في ايه بقى؟ لا مش هتصيف. يعني كل اصحابي صيفوا وكل الناس منزلين صور على انستا، وانا صيفت انا في مارينا، انا صيفت. سلام، السلام على المصيف الجاحد اللي انا قاعد فيه. هو اكون بتخيل ولا ايه ده؟ لا يا عم ما بتخيلش، اهو كوبايه المايه الجميله جنبي
وبشرب وانا رايق، والصلصال جنبي والنضارة جنبي وكل حاجة جنبي. انا غمض عيني ان شاء الله ما اكونش بحلم. لا لا يا جدعان، انا كنت بحلم. مش عارف اروح مصيف برضه. يا لهوي كنت بحلم. نفسي اروح مصيف يعني. يعني حتى كمان البلكونه بحلم بيها، وبحلم ان انا بعمل مصيف فيها. يا عم الخرا ده يا عم فاكس. طبعا زي ما انتم شفتوا السكتش اللي فات، ان شاء الله يكون عجبكم. رايكم بقى في الكومنتات يا الشباب. وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب للقناة يعني ده لو عجبك برضك الفيديو. وبس كان معكم ايه بس كده كان معكم ايه بي فيديو. سلام.